بعد أن اكتشف العلماء وجودها قبل أكثر من قرنين، يطمحون الآن لاكتشاف المزيد عن مدينة بومباي الإيطالية. لكن المشكلة تكمن في أن شواهد المدينة الرومانية من الأبنية والشوارع مدفونة بالكامل تحت رماد بركان جبل فيزوف الذي أصابها قبل مئات آلاف السنين. بيئات مثل هذه يصعب بالتأكيد التحكم فيها ومراقبتها بمرور الوقت. المدينة مليئة بالمناطق غير المستكشفة تحت الأرض. ولتسريع أعمال التنقيب وسبر أغوار المدينة المجهولة، ابتكر العلماء الروبوت سبوت القادر على التقاط صور ثلاثية الأبعاد والتنقل بشكل آمن في الأروقة الضيقة والخطيرة المدفونة تحت الأرض. ترافق سبوت في مهمته طائرة مسيرة تعد أول ماسح ليزر ضوئي طائر قادر على إجراء مسح ثلاثي الأبعاد. تهدف هذه الحلول التكنولوجية المبتكرة للحصول على بيانات مهمة لمواصلة حفظ ودراسة المنطقة الأثرية التي تزيد مساحتها على 6 كيلومترات دون المخاطرة بسلامة المنقبين العاملين في الموقع.